عشان نقول لك اخويا، من انا من 2016 تقريبا وانا على هذا الحال، يعني كندوز بوحدي، يعني حيتاش توفاو الوالدين يعني كندوز غير بوحدي بحال هكا، ما كيسول فيا حتى حد، ما كيجي عندي حتى حد، لا القراب ولا البعاد. مع انني ما الله اعلم، حيتاش مريضه او لا، مني كيجيو عندي كنبقى نتشكى عليهم، بحال كتقلقهم حالتي، ما عرفش واش كيتقلقوا عليا ولا كيتقلقوا مني، حيتاش ديك الظروف اللي كنمر منها كنغوت على كل شيء، كتعصب على كل شيء، ما كنضحكش ما كنبتسمش بسبب داكشي اللي عندي انا، ماشي على سبب بنادم، ولكن هما كيفهموها يعني بحال انا ما كنبغيهمش، فهمتي؟ يعني لدرجة ان اختي عام، اخواتي بجوج شقاقاتي عام ما جاوش عندي وما سولوش فيا حتى في التليفون، يعني سمعوني مريضة و يعني ما مخاصمة معاهم، ما عمرني بيني وبينهم شي درجة. والراجل من 2016، يعني شنو نقول لك، انا من 2012 وانا كنعيش هاد المعاناة. 2012 توفات واحد جداتي كانت مسكينة الله يرحمها، شلات يعني 7 سنين وهي مريضة وانا كنهزها ونقابلها، ومتوفات يعني صدمة وكانت عزيزة عليا، يعني كنعطيها براف عود الام ديالي. من بعدها جات مرض الاب ديالي، يعني من بعد مرض الاب ديالي جات وفاة الام ديالي.